بسم الله خير الأسماء كلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظنا برضاك وجنبنا يا رب أن نعبد سواك، وخذ بأيدينا جميعا إلى ما يرضيك عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وبعد، أحبابي إخواني الحضور، يسعدني والله أن أراكم في هذا المجلس الكريم، وأن أرى نفسي معكم يطرب لما تسمعون ويسر بما يسمع، وينتفع إن شاء الله وإياكم بما نسمع من هدي نبينا الكريم وسنته العظيمة. ووصيتي يا أحبابي ويا إخواني لي ولكم، وأقول اقرأوا يا إخواني، اقرأوا اقرأوا، ادرسوا، راجعوا، طالعوا. هذه الكنوز التي خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه وعن ربه، وهي وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. أكثروا من قراءتها، تزودوا من معينها، فهي والله زادنا إلى الله، وهي نورنا على الدرب. ولذلك قال عز وجل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وليس للخلفاء الراشدين سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هديهم هديه، عنه أخذوا ومنه تعلموا. ونحن إن شاء الله إن شاء الله ننوي منذ الساعة، ننوي سواء استطعنا أن نفي كما نحب أو حالت موانع، لكن ننوي أن نسير على هذا الهدي المبارك الكريم، ونسعى جهدنا لتقريبه وإيصاله إلى الآخرين. فالدال على الخير كفاعله، والناصح له أجر منصوح. فنسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لأداء واجبنا الذي يقربنا عند الله سبحانه وتعالى. يا إخواني الأكارم، لا يكفي لطالب العلم أن يكون نسخة من كتاب وضع على الرف أو مشى على الأرض. طالب العلم ينبغي أن يكون كالماء يروي، ولا غنى للناس عن الماء، ولا غنى للناس عن طالب العلم إذا أدى ما عليه. ويا إخوانا الشيشانيين خاصة الذين جاءوا من الشيشان، إلى هؤلاء خاصة أقول: تعلموا وأدخلوا العلم، أدخلوا العلم، وأدخلوا أيضا معه المهارة في أدائه، المهارة في أدائه، والخبرة في إيصاله للناس. واعملوا سلفا وقبل كل شيء بهذا الهدي الكريم. إذا حدثت عن الجنة فكن من أهلها، وإذا خوفت من النار فكن أبعد الناس منها. لا تقول يا أخي الكريم شيئا وأنت تخالفه، ولا تأمر بشيء وأنت لا تفعل. فاحرص ولنحرص أنا وأنت وكلنا أن نوطن أنفسنا أن نفعل الخير الذي نأمر به، وأن نجنب الشر الذي ينهى عنه. ويا إخواني الله يرضى عليكم، لا نريد أن يبقى أحدنا كما قلت كتابا يقرأ أو كتابا يمشي على الأرض. نريد أن يكون كل واحد منا نهرا يروي غياضا ورياضا، تثمر الشجر الكثير وتأتي بالخير العظيم.
وهذا أفغان العلم. مثله كشجرة أنبت كحبة أنبت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة. والله يتكلمون بعض الناس عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أنه كان يعلم طلابه العلم والعمل والدعوة معه، ويهند طلابه بالعلم والعمل والجهاد في سبيل الله. ولقد كان مئات من طلابه جنودا في جيش صلاح الدين أيوبي. ونحن نريد طلاب علم يكونوا عسكر في ساحات اللغة في سبيل الله، وأن يكونوا أيضا تجارا ينصحون الناس في بيعهم وشرائهم، وأن يكونوا زراعا، وأن يكونوا مهندسين، يظهرون للناس الخير الذي أراده الله لنا وأنزله إلينا. ووصيتي يا إخواني أهل الشيشان ألا تكسوا المقام إذا أردتم هيئ لكم القدرة على الرجوع. كل واحد كطلاب عبد القادر الجيلاني كان كل واحد منهم خطيبا في قرية، ينشئ مدرسة ومكتبة ومجلة ينشر العلم على الناس، ويخرج من عشرة عشرة ومن عشرين أربعين ومن أربعين ثمانين حتى تكثر هؤلاء الطلاب العلم وتعموا الفائدة بين الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لهذا الذي نقوله. قال شيخنا الله يرضى عليه الدكتور جزيل الخير على جهده في هذا الموضوع في هذا الفن، الله يرضى عليه. نسيت شو بدي أقول، شو قلت؟ ما شاء الله يا سيدي. نعم. إذا نسيت وهكذا. مد الله بعمرك. دوام الصحة. الله يجزيه خير، والله رحيم. على كل حال الذي يعني نحرص عليه أن نزداد علما وأن نبلغ هذا العلم، ولا في هذا الموضوع موضوع الأربعينات ربي الله سبحانه وتعالى وفقني شابتين صغيرتين ساهمت في هذا الموضوع، ولقرأت الأربعين نووية كذا مرة، وكل مرة أخرى على مقدمتي في الأربعينيات، فحبيت أن أشارك في هذا الموضوع، فكتبت كتاب اسمه الأربعون المختارة في الفضائل الدينية والإنسانية. أربعون مختارة هو الدرس القادم سيدي. نعم، هو رواية الدرس القادم. إذا صار عندنا مجلس إن شاء الله مقبل بإذن الله. وكتاب الله عبد الله عندي أنا منه غير نسخات عنديه وإياها مصوره سيدي. أربعين موضوع، ليس أربعين حديثا، أربعين موضوع. هذه غنيمة باردة ومشروحة ويعني وغالية. وفعلت فعلا صغيرا كمان فعله النبي النووي الله يرضى عنه في أربعين، وذكروا الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في آخر كتابه الأذكار، وعد ثلاثين حديثا. وأخذت هذه الأحاديث وأجريت مسابقة لأهل الكويت فيها، من يحفظها ويتقنها له مكافأة. إذا أعطى مسابقة فبدأوا يحفظون، لكنهم كل كم يوم قلنا خففها شوي حتى وصل 15. أنا كنت أكتب على هذه الأحاديث، فكتبت في شرحها كتيبا سميته خلاصة الكلام في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. خلاصة كلام في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والشرح للأحاديث الأربعين موجودة في آخر الأذكار أظن، في آخر كتاب الأذكار والله أعلم. أي نعم. أستاذ معرفين. فعلى كل حال لا تأخذوني إذا انقطع بي
ما انقطع شيء. موصول يا سيدي. خذ المكابو من زمان وخذ حمار الشيخ العقبة. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم وبارك فيكم. أشكركم على هذه الدعوة التي دعوتوني إليها. والله منذ أن سمعت من أخي عبد الله أن أريد أن تكون معنا في قراءة الأربعين. فوت إن شاء الله وسآتي على رأسي. نويت يعني نية صالحة أن أولا أسمع هذه الحديث وثانيا أن أشارك فيها وثالثا أن أرى هؤلاء الولو وأن أحب الشيشانيين حقيقة وأحب الدغستانيين. أحببتهم كأم لحب بلدكم كمؤخ لرأيناه هنا سمات الحسنية سمات اللطيفة يعني يحبون الله يرضى عليهم ويبارك فيهم ويحفظهم. وعلى كل حال يا إخواننا الأكارم والله تأتيني فكرة ثم تنسب يا دكتور سريعا ما شاء الله. اي نعم على كل حال شو كنت بدون نسيت اللهم صل على محمد. ايوه شوف يا اخوان الكرام هذه الحديث وامثالها انما تقال لامثالنا من المؤمنين الصالحين ولغيرنا نبدا بمقدماتها التي قال عمر بن الخطاب هنا عندما سمع من رسول الله هذه بعض الاحاديث رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. فهذه الأحاديث بدنا نتقن لها نحن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وهي أن نزداد خبرة بموضوع العقائد فكرا وروحا وسلوكا. يعني عندما نحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب العظيم 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 المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب عندما نعلم هذا كله يجب أن نتأدب نحن كذلك مع هذا مع الإيمان به والإخلاص له أن نتأدب بهذه الآداب التي ذكرت له سبحانه وتعالى رحمة عفو إحسان كرم جود إلى آخر ما هنالك. حاول ما استطعنا أن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هل ممكن لا سمح الله نقرأ 40 حديث بالجنة والنار ويمكن يتأثر ويمكن ما يتأثر. تأثري وعدم تأثري بقدر قناعتي خلفية عن ربنا سبحانه وتعالى وعن وجود هذه الجنة حقيقة. وجود هذه النار حقيقة. نعم بمقدار ما عندي أنا قناعة أن الله سبحانه وتعالى حق الله سبحانه وتعالى هو الباقي هو العادل وهو سبحانه وتعالى رب الكون وخالقه ومنشئه وإليه مصيره بقدر ما عندي من قناعة وخبرة بهذا الموضوع تؤثر في هذه الكلمات تؤثر فيها ومخدر غفلتي عن الله عز وجل وصفاته ومعرفتي به ويعني اندماجه بالتعبد له تكون التأثير. ننعم نشاهد الله كأخوان أحيانا منفوت نصلي ونذكر وكذا بيقع بخفاءات بيقع مشاكل بيقع معاصي. شو السبب؟ سبب ما حكينا لسه في عنا يعني ضبابة ضبابية شوي في عقائدنا. لا أقول شك ولا أقول ما فينا دين ولا فينا إيمان لا في لكن في غفلة في غفلات عم تغطي كثير من الحقائق الثابتة نؤمن فيها لكن ما عم نشوفها منيح إن في حواجز بين بينها في ضباب بينها وبينها. لذلك يقول سيدنا علي الله يرضى عنه كما أظن لم أرك الجنة نام طالبها ولك النار نام هاربها. ليش نايم يا مؤمن بالجنة ما تسعى الهرب منها
وانت يا طالب الجنه ما تسعى للدخول اليها في غفلات في شهوات. حفت النار كما جاء بالحديث بالشهوات، حفت الجنه بالمكاره. نتجاوز بقوه واجتهاد وجد وعزيمه ان نتخطى هذه الشهوات وان نتخطى هذه العقبات، وانها ليسيرة على من يسرها الله له ولعسيرة على المدعين الدعوة الباطلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله لنا ولكم الهداية إلى حسن الطريق، ونسأل الله لنا ولكم أن يقبلنا عنده في عداد الصالحين، والحمد لله رب العالمين. تجيزنا في حمد من قرآن. نعم تجيزنا بهذه الأربعين. أنت لكم في 40 كل يعني أنت جو جانا ربنا كل جلتها أنا عليكم والله أنا أجيزه ما ما ما, ما تفضل بي غيري من أخواني الشيخ عبد الله وأستاذ الشيخ بسام اللي هن أهل الإجازة هن أهل العلم، وأنا درويش قاعد مع المستمعين وهذا أجزتكم برواية هذه الأربعين على الطريقة التي يعرفها طلاب العلم عن أهل الحديث بإجازاتهم. فقولوا قبلنا قبلنا الله يوفقنا وإياكم.